ان شاء الله نهاركم زين وربي يعاونكم. باش نحب نقول لكم على الشباب اللي تويكا تقولوا هو ولدي عندي ولدي بشهيد وقدم المطالب ما قبلوهش، ما فماش ما لقاش حظه للي حسيته ما عادش ولا انعزل ولا ما عادش يحب لي، معناه ما حدش يقدم لي دوموند عليه، هو راهو قرايته ينجم يلقى بها خدمه فاسيلمون، اما الله غالب ما قرا عمل فورماسيون تكنيسيان سوبيريور فكا حسيلو في شو عمل في لي كاميرا سيرفيونس، عمل ستاج في لي سي ان تي في برشا استاجيت وتويكا فد ما قال لي ما عادش نبعث حتى مطلب. تخرج عنده قبل الثوره، من قبل الثوره ديغنيغمون بعثوا له عطاوه بعثوا له الشركه حكوميه عدى كونكور وقعد سنه سنه رفضوا، مانيش فاهمه علاش. وكان جات انا عندي معناها هكا شكون واصل حدي ينجم يدخل فاسيلما. حس اي ما نعرفش واحد يقدم مطالب ويقرا يقرا يقرا ومن بعد ما يلقاش خدمه اش تعرف انت ماهوش صغير، ماذا بينا تعاونوا الشباب. اي هكاك يحب ليل اي منظروا لنا لشبابنا. عندنا رانا عندنا الشباب وعندنا معناها يعني بقدرة ربي إذا كان تتلهوا بشبابنا تو تونس تولي في خير. وهذاك هو كاها واش باش نقول لك، هذاك هو والدنيا غلات والدنيا غلات. تو مثلا بلي عايش بنتي نحب نقول لك على زقوقو، كان قبل زقوقو في سوم معقول قبل، ما نحكيش على عهد اماتنا كيفاش زقوقو يبدا محطوط من غير مولد، محطوط في كل وقت، وقت في سير الايام تجبد تعمل عصيد. تويكا الزقوقو يصير غالي 57 دينار، الزوالي كيفاش يعمل؟ قد حط زقوقو وحط الفيكيا وحط قد ايه باش تتكلم قد ايه؟ ان شاء الله ربي قدر الخير وكها. ايامات قبل يا حسر على ايامات قبل، انا كانت عندي الوالده الله يرحمها وخذينا العاده نتاعها احنا. العصيده تاع زقوقو تبدا تعصد وتصلي على النبي وعلى الكانون، تبي تغلي على الكانون سله سله وتجي فيها بنه وتجي فيها والفاكهه كيف كيف وكل شيء كان قبل فيه بنه وفيه، حتى كي تبدا تعصد وتصلي على النبي وتصغرت ورحنا نبداو دايرين احنا صغار نثبتوا احنا دايرين بها، تبدا فرحانك الحوسه هذيك وكيفاش باش ونرقدوا ونقولوا لها العصيده تقول الصباح، نقوموا الصباح نلقاوها مزينه صحفاتنا نازله البركه. توا لا عاد فما بركه ولا عاد فما شيء توا، والله ما نعرف الدنيا غليت الله اعلم شنو السبب، انا ما مش باش نقول ان شاء الله ربي يجريها على السلاح وكذا. والله باش نقول لك انا الرساله اللي باش نوصلها، نحبوا بعضنا دنيتنا صافيه العبد الكل، مش العبد اللي يبدا يمشي بنيته ويبدا كيما نقولوا يبدا يمشي بنيت والكل يستغلوا كتيبه القلب نتاعو، راهو الدنيا فيها موت، راهو نساعدوا بعضنا ونحبوا بعضنا بالاخص. تو بقلت ربي البركه تنزل، ان شاء الله ربي يستر تونس ويستر بلادنا. هكا هو بناتي ربي ان شاء الله يهدينا على بعضنا. والله العودة المدرسية أنا ولدي الصغير فاكولتي معناها كملت الحقيقة، أما كي نغزر الأسوام ولا الكرتابة بمياواش ولا قد باش يخلط الولي؟ أه حسها تبدلت، كانت تقبل كرتابة بسوم رمزي وكرارس الكرتابة أصل خفيف، توا كرتابة فوق ظهره كرتابة يكركر فيها خلف عاد الكوتي نتاعو خلف، فهمت الدنيا راهي وليت صعبة الحياة. يا ربي معاهم شباب توا وبالأخص اللي باش يتزوجوا وباش يجيبوا الصغار، إن شاء الله ربي معاهم وربي عندي 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 أنا عندي بنية متزوجة وعندها بنية عندها بنية عندها بنية
الحمد لله ولله الحمد، مستورة والحمد لله، منظمة حياتها وهي وزوجها وبقدرة ربي لاباس الحمد لله. الحمد لله عارفين عاملين برنامجهم، مسطرين برنامجهم، منظمين والحمد لله يا ربي لك الحمد لله. الحمد لله. بالنسبة للصغار ماهوش ذنبهم، اللي صغير تقول له وينه، تسأل أمه تقول له تخرج مثلا ترى وين، تقول لك ليه هكا قاعد حل الانترنت وقاعد، ما خافش عليه، هو الانترنت عالم أكثر من اللي خرج مع أصحابه البرا، والتليفون مضر، علاش تسألوا فيهم بالتليفونات وفهمت. بصراحة ربي يهديهم وكها. لا لا تربية قبل كانت لعبت كل تربي، الجاري ربي، الخالي ربي، العمي ربي، توالي واه طيح له من شخصيته، كيف تكش عليه واه طيح، فهمتني؟ لا قبل كي جاري كش نسمعوا كلامه ونطبسوا روس، تويكا ما يقول لك ليش مدخله يكلم فيا ولا يربي فيا عندي، فهمت خويا؟ بصراحة ربيت قبل، لا لا شو ربيت قبل، هانا الحمد لله كبرنا وعرسنا وجبنا الصغار وربينا، اما بس توا ما نعرفش كيفاش الشباب، ان شاء الله ربي يهديه وكها. كل شيء تبدل، معي شغلات، طفل صغير مثلا يحب شو برشا متطلبات، فما برشا 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 برشا، والصغير والولي حال العينين صغير وكها. والله ما نعرف ربي تلقى، فما وليال توا حتى نعرف انا شكون اللي صغارها كيما هي تحبهم يتربوا، فما صغار بصراحه يتشرطوا يدلوا يحبوا خاطر ماش من الولي، ملي هو صغير يحبوا يربيوه على اللي يحب ياخو، كي يكبر كيف ما عادش ينجم يعني. ها احي هيمات، كنا قبل نعذروا ولدينا اللي عنده مثلا اللي يعملونا هذاك، هو توا صغير ولا يحكم في ولديه، نحب ونحب ونحب، وربي ان شاء الله يقدر الخير.